البقاء لله وخالص التعازي. البقاء لله يا أستاذ أحمد وصلاح على كل المصريين وشافة الأرض محمد كسبان. اسمح لي على هامش من هذه أحييك في الإعلاميين المحترمين لم يتلونوا وفي عز ما كانت الكلمة الشجاعة ليها ثمن ثاني الناس اللي قلت الكلمة دي. دي حقيقة يعني لا مثل لما أنا أقول لك إن أنت تعرف تماما اللي إحنا قلناه على الرئيس حسني مبارك أول يعني احد ابطال حرب اكتوبر ولما كان بيجي احتفال 6 اكتوبر ساعه هذه الجماعه المدلفه والمزيفه ما كانت موجوده في صد فرحتها. كنا دايما بنقول يا جماعه يا ريت نعلم اولادنا ازاي يحترموا. انا بعتبر ان الرئيس حسني مبارك شاء من شاء وهذا من ابى. تختلف بقى في وجهات نظر سياسيه انما لا تختلف على وطنيته، لا تختلف على حبه لهذا الوطن وحبه لهذا البلد، لا تختلف على فتحياته، لا تختلف على دور العزيزه انتصار اكتوبر عبر الناس المصريين في العصر الحديث. انا بعزي كل المصريين ومتهيألي ان المصريين على فكره يعني بعد فتره هدوء ما بعد 25 يناير 2011 مر حوالي 9 سنوات تبينوا جيد المبادئ معارف الفارق ما بين رئيس وطني امن بان هناك حاله غضب ما بين المصريين فتنحى عن بين رئيس جاء من جماعة لا تساوي دماء المصريين عندهم أي شيء. أنا بعدي وأسمي الرئيس الواحد حسني مبارك وبعدي كل المصريين بقول مختلف مختلف سياسيا لازم يبقى في أدبيات لهذا الاختلاف قائمة على تقدير ما قام به أي زعيم جاء من أجل عمل من جاء وعمل من أجل أجل. دكتور صلاح حسب الله بشكرك شكرا جزيلا رئيس حزب الحرية.